عندما تنتهي عملية الحصاد تتبدل الأرض غير الأرض ويتبدل النشاط على أديمها، مدشنة بذلك مرحلة جديدة وجولة إعادة. ليس ملاك المزارع هم أبطالها، بل تصبح مشاعة للجميع مجانا أحيانا أو بمقابل رمزي. ليس كذلك هدفه التربح بقدر ما هدفه تنظيف الحقل وتحريره من بقايا الحصاد لاستئناف موسم زراعي جديد. أطلع الثامنة الصباح، ثم هنا عاد السات دحمس بدنا نعدل بالضبط اللاذ تراي في اللي نحشو تركات النوبة نوبة الحش يعني اللي حريت الطيب نتحش ونوبة ما ذاك سنة نوبة السقي هم اللي نترسوا هي الموية تركات يا الناس حاش وافي الحمد لله الحشيش وما عرو ذاك كامل نقبو. هنا في هذه المزارع التي اكتمل أو تقدم الحصاد فيها تفتح أبوابها لنشاط الفزع المعروف، وهو تعقب خطى الحاصدات وجمع بقايا الأرز التي لفغتها الحاصدة أو تعففت عنها بتعمقها بين الحشائش. عشرات النسوة والتعاونيات تعولن على هذا النشاط السنوي المفيد وتجنين منه مردودية معتبرة. العلاج عملهم الليل حريزة واركوا في الفطرة وهم هم في حريستهم في حريست الرجال بيلي الحمد لله. كل امرأة عندها حرز ملا خايمتها ولا عندها حرز خوها ولا عندها حرز بوها فيه تعدلوا لعدت الماكينة مخالية فيه شي متباركة مع حتى حصدوا وتعدلوا وتكزحوا تعد الماكينة شعلتها زينة ما مخالية شي الحرز قاع ما مجبر منه شي من اللي الماكينة ما خليت فيه تبارك الله مول الحشيش. ومنين تعد مخسرة الحرز عيات ما شاء الله منين تعدلوا المولات وترى ثقيفتين وترى ثلاثة وترى أربعة وترى قاع خمسة هذا اللي يعطي حسب عمل الماكينة. هذه الفترة هي كذلك موسم تشغيل اليد العاملة وتزايد الطلب عليها وزيادة أجورها، وذلك في عمليات جمع وتعبئة المحصول وتخزينه قبل التساقطات المطرية. هذه الفترة نقبل فيها العمال، عمال الصلين كان سابقي الفترة كنا نقبل العمال ذاك الزمن مازال زمن بحالته، نقبل العامل كنا بخمسة وهلاثين ونقبضه بهلاثين وارك العامل ما يشتغل عامل هون نقول لهم نحن هنا منيفر شين قالوا منيفر يشتغل هنا تعاد إلا بستين وهنين وستين نين ما تقبضوا بها ما طرح حد قال. العليات اللي شدوناتي يلقطوا ما فيهم واحدة عنده هناتي حرس اللي يجوا اللي هناتي يلقطوا إذا ماروا اللي يبقى وراء الماكينة نين أدن مع المقرب تراوحهم اللي ماشي. ويثمن المزارعون الصغار والتعاونيات الزراعية الموسم الزراعي هذا العام ويطرحون في الواجهة تحدي التسويق والسعر. استفاد الناس اللي تجي من هناتي من مركب ضواحي المدينة هناتي من الفزعة هناتي الحمد لله مستفادين مولي العمال اللي معنا الحمد لله. قال نحن قالنا شوي من اللي فات اننا نحصدون النوفو ما نجبروا التسعيرة ذكية قدو نحن ترد لنيك الضريبة اللي تاقلي الدولة الحمد لله وفرت لنا كامل. يقال الحمد لله نقول عن اللي عندنا مشكلة في التسعير يحصل هذا هو نجبوه هنا في المدينة ترسوه هون نجبروا مالي التسعير نجبروا لا ذوك المقازين فماتية ولا يطو التسعيرة ذكية مو التسعيرة هادي عارف نحن عليها ما دي توخن. عدد هام من المزارع تخطى عتبة الخطر وحصد قبل موسم الأمطار، والكثير ما زال ينظر إلى حقله بعين الرجاء والتضرع من أن لا تمطر في هذا الوقت الحاسم وتنسف مجهود حملة كاملة. وبين هذا وذاك يعكف أصحاب الجولة الثانية من النشاط الزراعي على روتينهم اليومي في الحقول المحصودة، وذلك بجمع الحشائش وبقايا الأرز سواء أمطرت أم لم تمطر بعيدا عن حساب الربح والخسارة.